بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء صف الثالث متوسط، أهلا وسهلا بكم على أستاذ ميثاقات. طلابنا درسنا اليوم هو مادة الرياضيات، طبعا ما باقي لنا فقط 8 أيام للامتحانات. طلابنا لازم نهم أنفسنا ونقرأ منها هسه بجدية، بعد ما بيها كل مجال. أوكي، لأن برانا الإنجليزي يعني مراجعة مركزة، وأيضا العربي والكيمياء أيضا راجعها مراجعة شاملة. عندنا هنا تبسيط المقادير الجبرية، جدا مهم في الوزاري، إلى درجة يشمل عامل المشترك اللي أخذناه، فرق بين مربعين، فرق بين مكعبين، تجربة، تحليل، كلهم ذن يشملهم. أوكي، طالب دائما يضوج من هذا السؤال، لأن شني يدوخه. البارحة طلاب سألوا وقالوا شلون نفرق بين عامل مشترك، فرق بين مربعين، تجربة، تحليل، مكعبين. والبارحة نرسلت أسئلة طبعا اللي امتحنتوا بيها، طلاب ايش قالوا؟ قالوا احنا شلون هذا بيها عامل مشترك، ليش ما استخدمنا عامل مشترك؟ مو هي مباشرة الفرق بين مربعين ما يحتاج لها عامل مشترك. يلا أول شيء شلون يجينا السؤال؟ خلينا نقرأ السؤال. اكتب كل مقدار من المقادير الآتية بأبسط صورة، حلل كل حدودية بطرق التحليل السابقة للبسط والمقام. أوكي، يعني نحلل البسط واحد والمقام واحد. علامة القسمة، لاحظ هذه علامة القسمة تتحول إلى ضرب وقلب الحد ما بعد القسمة، يعني هذا انقلبه. تمام، اختصر الحدود المتشابهة بين البسط والمقام. عندنا الأسئلة، نشوف الأسئلة يلا ونحل ونتعلم من عندها السؤال على مود ما حد يتركه. ترى شوفوا سؤال جدا بسيط، مش مهما كان اعتقد ذنيشة، حتى ذنيشة صار عندكم بسيطات. شوف الفصل الاول والفصل الثاني بعد شرحنا انهن، ويعني توفيق من الله سبحانه وتعالى انه وصلنا لكم المعلومه. يلا اكتب كل مقدار من المقادير الاتيه بابسط صوره. منطين 8 زائد تي تكعيب، تمام، ومنطيني يلا المقام 4 ناقص 2 تي زائد تي تربيع، تمام، ومنطين هنا بين قوسين 2 زائد تي تكعيب، زين، منطين المقام مالتها تي تربيع زائد 9 زائد 14. الحل الكسر الأول البسط، لاحظ شنو هو؟ مجموع مكعبين، فرق بينه مكعب يعني مكعبين، ماكو مشكلة. والمقام تجربة، ليش؟ لأن ما ترهم عامل مشترك. يلا الكسر الثاني البسط، لاحظه هيجي، لاحظه شوفه ايش بيه البسط؟ بقي ما بيه تحليل، والمقام تجربة. البسط ايش بيه؟ ما بيه تحليل، والمقام بيه تحليل. يلا نشوفه. هذه شلون كتبناهن؟ بالبداية شو اسوي؟ اقلب القسمة لمن؟ القسمة إلى ضرب. من قلبت القسمة إلى ضرب البسط وين صار؟ صار مقام، تلاحظه، والمقام صار بسط. يلا هسه اجي اشتغل. استاذ لازم نسوي هيك؟ اي لازم تقلب القسمة الى ضرب، من تقلبهن تقلب العد يعني الكسر اللي بعدها، تخلي المقام بسط والبسط مقام. تمام طلابنا، هيك ركزي ولا تنسى نفسك. اجي هاي بيش فرق بين مكعبين، والبارحة اخذناها فرق بين مكعبين قوسين صغار. قوس الاول بعلامة الوسط الجذر التكعيبي للحد الاول، والجذر التكعيبي للحد الثاني حطيناهن اللي هو 2 بتي مربع الحد الاول، بعد ما دخل بالفوق مربع الحد الاول 2 مربع حاجة 4 ناقص الاول في الثاني 2 في تي 2 تي. طبعا ليش ناقص؟ عكس اشارة الوسط، اذا البارحة تتذكرون طلابنا خاف واحد جديد البارحة اخذناها. زين مربع الحد الثاني هو تي تي تربيع، حلو. أحل أيضا الثاني، يا هو الثاني هذا الأربعة ناقص 2 تي زائد تي تربيع، تحل ما تحل؟ إذا أخليها نفسيتها. ليش ما تحل؟ أنا ما أرد أحلها بعد، خليها. المن أروح؟ أروح الهاي، تحل أي تحل، بمن تحل؟ تحل بالتجربة. شلون تحل بالتجربة؟ التي تربيع زائد 9 تي زائد 14
التي تربيع منين جايتني؟ افتح قوسين، فتحت قوسين. التي تربيع منين جايتني؟ من تي في تي، حطيت تي هنا وحطيت تي هنا، زائد زائد. زين ال 14 منين جايتني؟ منين مثلا يا رقمين نضربهن سوا ويطلعنا 14؟ 2 في 7. هسه لو اجيت اريد اتاكد 2 في تي ايش قد؟ 2 تي. 7 في تي 7 تي. 2 تي و7 تي ايش قد يعطيني؟ 9 تي. اذا تجربه مضبوطه. اوكي، ايش عندي بقى بالمقام؟ لاحظ ليش عندي بقى بالمقام، بقى قوس عليه تكعيب، تي زائد 2 زائد تي الكل تكعيب، شلون افتحه؟ يعني هذا القوس مضروب بنفسه 3 مرات. اوكي، افتح القوس كم مره؟ 3 مرات. فتحته عادي الساعه 3 مرات؟ اي عادي، مو شرط الا مرتين. يلا ايش عندي هسه الاختصارات؟ عندي بالبسط 2 تي 2 زائد تي، هنا أنا ايضا عندي 2 زائد تي راحت وياها. عندي 4 ناقص 2 تي زائد تي تربيع، وعندي بالمقام 4 ناقص 2 تي زائد تي تربيع. تمام طلابنا، خف واحد يقول هاي ليش ما حليناها، هاي ليش ما حليناها؟ طلابنا بعد ما عرفنا انه شني هذا المقام يشبه البسط، بعد ما يحتاج احللها اقدر اختصرها، فلذلك اختصرتها. زين هسه شنو راح؟ هذا التي زائد 2 ويا التي زائد 2، بقالي بس تي زائد 7 و2 زائد تي. هذا الملخص، يعني المقدار مالتها بابسط صوره، التحليل مالته. تمام نروح للسؤال الثاني، شوية ممكن يكون أسهل من ذاك. عندنا x تربيع ناقص 4، شنطين عليها x تربيع ناقص 4 زائد 4. البسط رأسا حددهن، البسط فرق بين مربعين، ليش؟ لأن عندي حدين بيناتهن علامة وسط، والحدين شبيهن الهن جذور تربيعية، إذن فرق بين مربعين والمقام تجربة. اوكي يلا، الفرق بين مربعين اجي هذا الحل مالتنا، قوسين وحدة زائد وحدة ناقص، ماكو مشكلة. الاكس منين جايتني؟ من اكس في اكس. تمام، والاربعة جايتني من اثنين في اثنين. هاي بالنسبة للبسط، خلصت من عنده. عند المقام تجربة. اوكي، افتح قوس اشارة الوسط، الاكس تربيع منين جايتني؟ من اكس في اكس. تمام خليتها سالب في الموجب، سالب سيصير عادي؟ اي يصير، مو صاروا اثنيناتهم سالب؟ اي عادي يصير، ماكو مشكله، هو مو فرق بين مربعين، فرق بين مكعب، يعني التجربه سوري. اوكي يلا، الاربعه منين جايتني؟ من اثنين في اثنين. للتاكد من صحه تحلي عندنا اثنين في اكس، اثنين اكس، اكس في اثنين ايضا اثنين اكس، اجمعهن يطني سالب اربعه، اذا ساوال الحد الوسط، تجربتي صحيحة. اجي اختصرهن هسه اختصار طبيعي. شلون اختصرهن؟ منه اللي يشبه منه؟ الاكس ناقص 2 يشبه اكس ناقص 2. طلابنا هسه بعد هذه اقدر اختصر هاي وهاي؟ ما اقدر اختصرها طلابنا. ليش ما اقدر اختصرها؟ هاي علامتها زائد، هاي علامتها سالب. ركز على هيك نوعية، صحيح مشابهات الارقام والمتغيرات، ولكن العلامات يعني ما تشابه. عندنا هنا سؤال يقول 5 زت زائد 10 على زت ناقص 3. هذا حلو السؤال، في هاي منطنيها مباشرة، في ما يحتاج اقلب، جقد زت تكعيب ناقص 27 على زت تربيع زائد 6 زت زائد 8. حكي حلو. اجل الكسر الاول بيش يحلل؟ هيش طلابنا تحل المقادير الجبريه. اوكي بيش تحل الكسر الاول البسط بالعامل المشترك؟ ايش عندي؟ عندي هنا هذا يقبل القسمه على 5 وهذا 5، اذا بينات عامل مشترك يا هو الخمسة، والمقام نفسه بقي مصير يعني ماله حل.
يعني ما لا تجربه ولا عامل مشترك نفسي ده. الكسر الثاني هيك افكر بيهن، هاي الفوق زت تكعيب مبينه، ال 27 جايتني من 3 في 3 في 3 تمام، اذا هذا فرق بينه مكعبين حكي حلو. والمقام تجربه، شلون عرفتها تجربه؟ هنا بعد ما اسوي التجربه عز التربيع والثمانيه اجمعهن اضربهن واجمعهن ينطني 6 زيت. هسه نشوفهن يلا. اول وحده ناخذ شني هنا، ناخذ عامل مشترك من هو الخمسه، اخذت عامل مشترك الخمسه اقسم 5 زيت على 5 انطاني بس الزت، الخمسه راحت، 10 على 5 انطاني بس 2 راحت، الاشاره مال الوسط بقت نفسيتها، زت ناقص 3 تنزل نفسيتها، طلابنا هيك ركز، الفي تنزل نفسيتها، ما اقلب بعد مثل ما قلبت هنا، ليش؟ ما عندي قسمه، لو عندي قسمه كان قلبت المقام بص والبسط مقام. يلا اجيت بيش يحل؟ قلت بالفرق بين مكعبين، شلون هن؟ عندي قوس صغير وقوس كبير تمام، إشارة الوسط تنزل، جذر التكعيب للحد الأول، الزت تكعيب منين جايني؟ من زت في زت في زت، إذا زت اللي 27 من 3 تمام. القوس الثاني عكس إشارة الوسط بالأخير زائد، أركز عليها دائما بالأخير زائد، مرات نفس ما سووها بال يعني بالطلاب الخارج جابوا لهم الحلول موجودة بس الإشارات ما موجودة، أنت في هاي الحالة شو تسوي؟ دائما ركز هاي هنا زائد، مو تروح تضرب الإشاير. يلا مربع الحد الأول بعد ما دخل بالفوق عليه بالقوس هذا، مربع الحد الأول زد تربيع قلنا عكس إشارته موجودة، الأول في الثاني زد فيه 3 3 زد طانياها تمام، مربع الحد الثاني هو 3 المربع مالته 9 اوكي. اجيت بعد ايش عندي؟ عند هنا المقام بالتجربه، انا قلت عليه بالتجربه، التجربه شني؟ افتح قوسيا، هو جرب ما بيها شيء، جربت حطيت الزت منين جايتني؟ من زت في زت، الاشاير مش شاف هذا ما يحتاج كلها زائد تمام. الثمانيه منين جايتني؟ جايتني من 1 في 8، اذا خليتها ما راح يعطيني 6، اذا شو اخلي؟ اخلي 2 في 4 ايضا يعطيني 8، خليتها 2 في زت 2 زت، زت في 4 4 زت، 2 زت و4 زت ايش قد يعطيني؟ 6 زت، اذا تجربتي صحيحه. اوكي طلابنا مو تروح تحل بالتجربه بدون ما تتحقق، لازم تتحقق لا تضيع درجتك. يلا هسه صار عندي، صارت عندي هاي المقادير كلها، ايش عندي اختصار؟ 5 كل شيء يشبهها بالمقام هنا هنا ماكو، زت زائد 2 اجي بس للبسط اشوفه من يشبه منو، زت زائد 2 عندي زت زائد 2 احذفها وياها حذفتها، اجيت اروح كله للبسط اشوف البسط من يشبهها بالمقام، زت ناقص 3 من يشبهها ابدا من هنا، زت ناقص 3 اذا راحت وياها، زت تربيع زت زائد 3 زت زائد 9 تشبه منو؟ ما تشبه لها 1، منو بقى عندي؟ بقى عندي هذا المقام نزلته، وبالمقام منا ابدا بيها، من هو؟ الخمسه نزلتها، هذه محذوفه، هاي محذوفه، هذا القوس نزلته، اذا مقداري شنو هو شقد؟ زت تربيع زائد 3 زت زائد 9 على زت زائد 4، هيك ركز لطلابنا. هسه اخذناها اذا بيها علامه شني؟ علامه ضرب وعلامه تقسيم. هسه اذا عمليه الجمع والطرح نفس العمليه، حلل البسط والمقام باحدى طرق التحليل السابقه واختصر عوامل المتشابهه بين بسط ومقام نفس الحدوديه. هاي انتهينا معناتها. اثنين اذا مقامات متشابهه اجمع واطرح البسط واخذ مقام واحد تمام، اذا المقامات مختلفه لازم نوحدها في عمليه الجمع والطرح. طلابنا لازم تركز لهيجي، شوف شنو عمليتك بيناتهن بين الكسور اوكي، نوحدها باخذ المضاعف المشترك الاصغر للمقامات وبدون تكرار واستخرج البسط البسيط
الجديد سوري. سؤال اكتب كل مقدار، طبعا احنا من المقادير الاتية بابسط صورة، 2 × x تربيع ناقص 9 + 3 × x تربيع ناقص 4 + 3. هسه بيش تحلل هاي مبينة بالفرق بين مربعين، طبعا البسط نفسيتهن خليهن اوكي، فحليناها هاي بمن بالفرق، نحل ذني بالفرق بين مربعين. تمام، المقام الفرق بين مربعين هو قوسين، قوس اول زائد قوس ثاني ناقص، منين جايتني الاكس تربيع؟ من اكس في اكس، خليتها 3 × 3. تمام، المقام الثاني قلنا بالتجربة اكس ناقص 3، شنو السبب؟ هي اكس في اكس. تمام، الثلاثة منين جايتني؟ من 3 × 1. من اجي اجمعهن ذن بعد الضرب، القريب في القريب والبعيد في البعيد، الشي ينطيني ناقص 3 في اكس ناقص 3 اكس، اكس في ناقص 1 ناقص 1 اكس، اذا اجمعهن شي يعطيني ناقص 4. تمام، هسه شو اسوي؟ من المشابهات هنا انا ما لي دخل بهن، الاكس ناقص 3 مشابهات ما لي دخل بهن، اضرب 3 في اكس زائد ايش قد 3 اضربتها، هاي اضربتها، بعد المشابهات ما لي دخل بهن، 2 اضربها في من؟ في اكس ناقص 1 اضربتها، وين ضربتهن؟ فوق. تمام، ذن المشابهات مو ما لي دخل بهن. من اجيت بالمعاملة الجديدة سويت، لاحظ لي نزلت هاي نفسيتها، مستد مضربناها نفسيتها تنزل ما لك دخل بيها، اخذت واحد منها ذني من الشابهات ذني، اخذت واحد من عتهن. تمام، والاكس ناقص 1 نزل، هسه صارت عدة عملية ضرب اعتيادية وجمع اعتيادية، اوكي المقام نفسيته ينزل، 2 × x 2 × x، 2 × ناقص 1 ناقص 2 زائد تنزل، 3 × x 3 × x زائد تنزل، 3 × 3 9. هسه عملية جمع المتشابهات وحدهن، اوكي ناقص 2 + 9 اشارة الكبير ونطرح 7 + 7. تمام، 2 × x + 3 × x ايش قطاني؟ 5 × x. المقام نفسيته نزل ما تغير به اي شيء، اوكي اذا واحد داق بيها ضربنا هذا في المقام مال الاثنين ولكن ليس في المتشابه، اذا عندي متشابه تحته ما اضرب به. تمام، خاف واحد يقول استاذ 2 × 3 × ليش ما جمعناها مثلا وي زائد 9؟ هاي معاها وياها متغير اكس وهاي متغير وياها اكس، تمام، فهاي ما وياها متغير ما نجمعهن. يلا نروح للسؤال الثاني، ممكن يكون ابسط، اكس واي تربيع على 4 منطيني واي زائد 2 على واي زائد 2. تمام، ماكو مشكله، المقامات متشابهه هنا متساويه، يعني اطرح البسط مباشره. هنا الواي تربيع، لاحظ لي هسه يقول واحد استاذ ذني بيناتهن شني؟ ذني كل وحده وحدهن، يعني بهاي الجهه شلون راح اسويهن فرق بين مربعين؟ طلابنا لاحظ لي هذا ان مقامات شبيهن متشابهه، اخذ مقام واحد اخذته اللي هو واي زائد 2 على ايش قد؟ على الواي البقال البسط سوري، واي تربيع نزلت، الناقص نزلت، عن ليش كل واحد مكانه، والاربعه نزلت، هاي بيش تحل بقت الفوق البسط؟ تحل بالفرق بين مربعين، قوسين وحدة زائد وحدة ناقص، الاثنين الواي من واي في واي، والاربعة من 2 × 2، منها تشبه البسط المقام الواي زائد 2 تشبه الواي زائد 2. طلابنا الاعزاء اعتقد دي هنا جدا بسيطة ما يحتاج، وبقال المقدار اللي هو واي ناقص 2. طلابنا اللي هنا انتهى درسنا، جدا بسيطة، بهاي الحالة مو تعوف كل رقم موحدة لان عندك المقامات متشابهة، اخذ مقام واحد وذني بيناتهم علامة سالب جيبها، خليهن مقام موحدة راح ينطنك معادلة. طلابنا الاعزاء لهنا انتهى درسنا، اتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بايصال المعلومة لكم ولو شيء قليل. طلابنا يكون امتحان على التليجرام بعد ساعة،
بهذا الموضوع اللي اخذناه، موضوع كلش مهم.